محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على دربه واقتفى وبعد. ففي كل يوم أقول يحل ضيفا عزيزا علينا، واليوم نقول يحل أحد طلاب كلية الدراسات الإسلامية، ونفخر بذلك فضيلة الشيخ يوسف الحمادي حفظه الله تعالى ليحدثنا بما فتح الله عليه، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده ويليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه. أحمدك يا ربي وأشكرك، ومن مساوي عملي أستغفرك وأستعينك على نيل الرضا وأستمد لطفك فيما قضى. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واقتفى أثره واستنى بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. اللهم علمنا ما جهلنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتقا يا رب العالمين. بداية أيها الأحبة، نحن الآن نعيش في ضوء منح ربانية. المنحة الأولى، من صام رمضان إيمانا واحتسابا إيش؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. من قام رمضان إيمانا واحتسابا إيش؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا إيش؟ غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. الآن ثلاث أعمال اختلفت، واختلفت أزمنة، أعمال اختلفت وأزمنة اختلفت، لكن الأجر واحد. غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. أنت الآن تعيش في ضوء هذه المنحة الربانية، يبقى لك سؤال واحد أسأله نفسي وأسألك إياه: ماذا تريد من الله تبارك وتعالى؟ أنت الآن تصوم، إيش تبغي من الله؟ ما تريد من الله؟ أريد المغفرة. أنت الآن تقوم الليل، ماذا تريد من الله؟ أنت الآن تعتكف، ماذا تريد من الله؟ يقرب لك هذا المعنى، وأختصر عليكم موقف نبوي. النبي صلى الله عليه وسلم كان مسافرا، فحل على أعرابي، فهذا الأعرابي أكرم النبي صلى الله عليه وسلم. ومن عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن من أكرمه يكرمه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الأعرابي: إذا أتيت إلى المدينة فالحق بنا. مرت الأيام ومرت الأشهر، هذا الأعرابي أتى إلى المدينة النبوية، ثم أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فلما رآه النبي صلى الله عليه وسلم تهلل وجهه وقال له: سل ما شئت. تخيل، محمد صلى الله عليه وسلم له دعوة مستجابة، يقول لك سل ما شئت. شو بتطلب؟ تطلب فلوس؟ تطلب زوجة؟ تطلب وظيفة؟ ماذا ستطلب؟ للنبي صلى الله عليه وسلم دعوة مستجابة، لو دعا الله تبارك وتعالى لأعطاك الله تبارك وتعالى ما دعا به النبي صلى الله عليه وسلم. ايش بتطلب؟ ايش بتطلب؟ ما شاء الله يدخلك الفردوس. صاحبنا الأعرابي هذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: أسألك راحلة أركبها. تغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم، رحلة أركبها. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سؤله، وهو الذي لا يرد سائلا صلى الله عليه وسلم. ثم النبي صلى الله عليه وسلم ما يريد هذه الإجابة من هذا الرجل، إنما يريد منه أمر أعظم من ذلك. قال له مرة أخرى: سل ما شئت. هنا الأعرابي قال: أسألك أعنز يحلبها أهلي. أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سؤله، ثم أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطي هذا الرجل ويعطي الصحابة ويعطي أمته درسا في علو الهمة، فقال: أيعجز أحدكم أن يكون مثل عجوز بني إسرائيل؟ هنا الصحابة استفهموا: وما عجوز بني إسرائيل؟ هنا بدأت القصة. قال النبي صلى الله عليه وسلم:
لما نجى الله موسى وقومه من فرعون وخرجوا من مصر تاهوا في الأرض، فاجتمع أحبار اليهود فقالوا ما تهنا إلا لأننا ما أنفذنا وصية يوسف نبي الله يوسف. فقال موسى وما هي وصية يوسف؟ قال وصية يوسف أن نأخذ إذا خرجنا، لما حضرت يوسف الوفاة أوصانا أن نأخذ رفاته إذا خرجنا من مصر، لأن الله أوحى إليه ونبأه أن بني إسرائيل سيخرجون من مصر، فأوصانا أن لا نخرج من مصر إلا وتابوته معنا أي رفاته. قال وما تهنا إلا لأننا ما أنفذنا هذه الوصية، وإذا أردنا أن نصل إلى مبتغانا يجب علينا أن نأخذ رفات يوسف. قال إذن موسى قال وأين قبر يوسف؟ قال لا يعلم، قالوا لا يعلم مكان قبر يوسف إلا امرأة واحدة وهي عجوز بني إسرائيل، دلوني عليها. ذهب إليها موسى أتعرفين مكان قبر يوسف؟ قالت نعم. قال دليني عليه. هنا العجوز ذات الهمة العالية قالت لموسى والله لا أعطيك سؤلك إلا أن تعطيني سؤلي. قال موسى وما سؤلك؟ يعني عجوز بتطلب الله يطول في عمرها ترجع شباب يجيها زوج صالح، ما تطلب هذه العجوز؟ قال موسى وما سؤلك؟ موسى ما علم بهذا السؤال أن هذه العجوز همتها عالية، أنها تطمح، أنها ما عاشت كل هذه السنين إلا لتستغل هذه الفرصة. قالت العجوز أسألك أن أكون رفيقتك في الجنة. ما عاشت هذه السنين إلا لتنال الفردوس، ما عمرت وما عملت إلا لتنال هذه المنزلة، ومع هذا استغلت الفرصة خير استغلال وقالت لموسى لا أعطيك سؤلك إلا أن أكون رفيقتك في الجنة. هنا موسى احتار هل يعطيها سؤلها؟ عجوز كيف أعطيها سؤلها؟ فأوحى الله تبارك وتعالى إلى موسى أن أعطي هذه العجوز سؤلها فهي رفيقتك في الجنة. فقال لها موسى أنت رفيقتي في الجنة. هنا أخذت موسى إلى موضع قالت له احفر هنا فحفروا فنبع ماء، قالت احفروا فحفروا فإذا بنور أضاء لهم الطريق فإذا به تابوت يوسف عليه السلام. تأمل في هذه المرأة، عمرت وعاشت سنين طويلة تعمل للآخرة، عندها استراتيجية، عندها هدف. علماء الإدارة يقولون إذا أردت أن تنجح في عملك يجب أن تضع لك هدفا وتضع استراتيجية لتصل إلى هذا الهدف. هذه العجوز فاقت علماء الإدارة لما وضعت لها استراتيجية، استغلت فيها الفرصة فسألت موسى أن تكون رفيقته في الجنة، ولا يوجد هناك أعلى من النبيين. دائما نسأل الله أن يحشرنا في زمرة النبيين. استغلت هذه الفرصة حتى نالت ما أرادت. أنت الآن يبقى لك سؤال، ماذا تريد من الله تبارك وتعالى؟ تصوم، تقوم، تخشع، تصلي خلف إمام صوته جميل ثم تخشع وتبكي، أنت الآن تطيل السجود، تسأل الله العفو والعافية، تسأل الله ما شئت، ماذا تريد من الله؟ أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، والله أعلم، وصل اللهم وسلم على نبينا محمد، والحمد لله أولا وآخرا.